أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال حديثنا في فضائل الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وحديث هذه الحلقة حول باب عقده الكليني في كتاب الكافي الشريف تحت عنوان باب ان الائمة عليهم السلام معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة هنا مجموعة من الاحاديث تبين طيب اصلهم و تبين فضلهم وعلمهم الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول ما ينقم الناس منا فنحن والله شجرة النبوة وبيت الرحمة ومعدن العلم ومختلف الملائكة نقم منه يعني انكره مريدا عقابه اذا واحد انكر فعلا من شخص تاره انكار مجرد لا يقال له نقم عليه او نقم منه وتاره انكار مصحوب باراده العقاب فهنا يقال نقم منه كما في الآية الشريفة: "وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله" في سورة البروج، يعني أنكروا عليهم قاصدين عقابهم، قُتِل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، وقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم يعني لماذا أنكروا فعلتهم قاصدين عقابهم لأنهم ألقوهم في الأخاديد التي كانوا ملؤوها نارا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. رسول الله صلى الله عليه وآله عين عليا والأئمة من بعده للإمامة بأمر من الله سبحانه وتعالى والله عز وجل اصطفاهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وحلاهم بالفضائل, بالفضائل ونزههم عن الرذائل هذا كان مثار لحسد كثير من الناس، حسد الفتى اذ لم ينالوا فضله فالقوم اعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا انه لذميم او لدميم. الامام زين العابدين في هذا الحديث يقول: لماذا هؤلاء ينكرون علينا ويقتلوننا يشردوننا يؤذوننا لماذا هل لجريمه ارتكبناها لكي ينتقموا منا هل لخلاف شرع ارتكبناه او لان الله سبحانه وتعالى فضلنا الله فضلهم كما ان اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه واله مع انه كان مكتوبا في التوراة مكتوبا كان مكتوبا اسمه مكتوبا اوصافه ولما راوه علموا انه هو الموعود ولكن بغيا وحسدا حرفوا الكتاب وحاربوا الرسول ليش؟ لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى من فضله انزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وآله ولم يكن من بني إسرائيل بل كان من العرب زين أنتم الآن ألوف الأنبياء والرسل كانت منكم والله سبحانه وتعالى في زمانه في, ز... في تلك الأزمنة فضلكم على العالمين حسب بعض الأحاديث كان في بني إسرائيل ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف منهم مرسل وأربعة آلاف غير مرسل زين الله سبحانه وتعالى اختار من العرب واحدا من بعد اسماعيل لم يكن في العرب نبي الا محمد صلى الله عليه واله طبعا في بعض الروايات يستفاد ان هناك كان نبي اخر ايضا ضيعه قومه لماذا تحسدونه الله كما فضلكم في ذلك الزمان وجعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا زين في هذا الزمان فضل واحد من غير قبيلتكم، من غير عشيرتكم، من غير طائفتكم. المفروض ان تقبلوا بما يقوله الله سبحانه وتعالى قلبا وتطيعوا عملا. لكن اكثر الناس لا يؤمنون لا يشعرون، لا يعقلون. الامام زين العابدين يقول: "ما ينقم الناس منا" لماذا ينكرون علينا ويؤذوننا يقتلوننا يهجروننا يصنعون بنا هذه الصنائع المنكره من القتل والتهجير وسلب الحقوق وما الى ذلك فنحن والله شجره النبوه يعني نحن من بيت كانت النبوه احدى ثمار هذا البيت بيت الرسول صلى الله عليه واله كشجره هذه الثمره النبوه احدى ثمار هذه الشجره والامامه احدى ثمارها الاخرى او بمعنى نحن شجره النبوة يعني الشجره من النبوه الجذور محمد صلى الله عليه واله وهذه الشجره نمت من تلك الجذور هذا الفرع من ذلك الاصل وكما يقول الشاعر يا حبذا دوحه في الخلد نابته ما مثلها نبتت في الخلد من شجري المصطفى اصلها والفرع فاطمه ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشميان سبطاه لها ثمر والشيعه الورق الملتف بالثمر فنحن والله شجره النبوه هذه من فضائلهم يعني شجره للنبوه يعني النبوه احدى ثمارها او شجره من النبوه يعني النبوه اساس وهذه الشجره فروع لذلك الاساس وبيت الرحمه الله سبحانه وتعالى حول رسوله محمد صلى الله عليه واله يقول: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وهؤلاء ورثوه. والله سبحانه وتعالى كما جعل محمدا صلى الله عليه واله رحمة للعالمين جعلهم رحمة للعالمين من بعد جدهم رسول الله صلى الله عليه واله. ثالثا: ومعدن العلم عدن بمعنى اقامه جنات عدن يعني جنات اقامه المعدن هم يقال له معدن لانه مستقر الجواهر والاشياء الثمينه في الارض معدن العلم يعني منبع العلم ومستقر العلم لان رسول الله صلى الله عليه واله علمه الله سبحانه وتعالى وهو علم عليا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب وهذه العلوم من بعد امير المؤمنين توارثها الائمه عليهم الصلاه والسلام ومختلف الملائكه يعني الملائكه تختلف اليهم الاختلاف معناه الذهاب والاياب كما في الآية الشريفة واختلاف الليل والنهار يعني أحدهما يخلف الآخر مختلف الملائكة يعني فوج من الملائكة يدخلون وفوج من الملائكة يخرجون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأبرز مصادق هذه الآية كما ذكرنا فيما مضى هم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام زين. فهم شجرة النبوة وبيت الرحمة ومعدن العلم ومختلف الملائكة هذه نسب مختلفة بالنسبة إليهم شجرة النبوة يعني أصلهم من محمد صلى الله عليه وآله وبيت الرحمة هذه نسبتهم إلى الناس ومعدن العلم هذا صفتهم أن الله سبحانه وتعالى حباهم بهذا العلم ومختلف الملائكة الملائكة اللي هم سكان السماوات هؤلاء يختلفون إليهم في ليلة القدر مثلا تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هذه الملائكة تنزل على الرسول صلى الله عليه وآله في زمانه، وبعد الرسول تتنزل في ليلة القدر على الإمام في ذلك الزمان. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه المقاطع بإضافة مقطع آخر وموضع الرسالة وموضع الرسالة يعني البيت الذي وضع الله سبحانه وتعالى فيه الرساله لانهم ذريه الرسول صلى الله عليه واله او بمعنى علوم الرساله حينما بعث الله محمدا صلى الله عليه واله هذا فخر لقومه كان وانه لذكر لك ولقومك وفخر لبني هاشم كان وفخر لأقربائه وفخر لذريته لذا أكثر أهل مكة لم يؤمنوا أيضا حسدا أنه كيف يكون تكون النبوة والرسالة في بيت من بيوت مكة وهم محرومون عنها لماذا تكون في بيت من بيوت مكة وفي محمد صلى الله عليه وآله وهو ليس ثريا والعظمة عندهم كانت بالسلطة وبالمال نحن موضع الرسالة زين كانوا يحسدون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على أنهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وروي أن أبا سفيان وأبا جهل اجتمع في ليلة من الليالي في قضية فقال أبو سفيان لابي جهل اتظن ان محمدا صادق صلى الله عليه واله ما معناه كلامهما فقال نعم ابو جهل قال نعم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم لان الله يتم الحجه قل فلله الحجه البالغه لأن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسول ويجعل مع الرسول الآيات البينات التي يفهمها كل أحد. زين تدري هو رسول؟ نعم. لماذا لا تؤمن به؟ قال أبو جهل ما معناه؟ نحن وبني هاشم كنا كفرسي رهان. نطعم ويطعمون ما يفعلون من مكارم نحن نفعلها كفر سير كل فضيلة لهم حسب كلامه أيضا لنا إلى أن ظهر واحد منهم يقول أنا رسول الله زين إحنا من وين نجيب واحد من عندنا يقول أنا رسول الله فلذلك غلبونا في هذه الفضيلة إحنا من نريد يغلبونا فماذا نفعل؟ نكذب تكذيبا قاده الى ان يخسر يخسر الدنيا والاخره. حديث ثالث ايضا في هذا الباب عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يتضمن هذه المقاطع التي كانت في الحديث الاول والحديث الثاني باضافات. يقول الامام الصادق عليه الصلاه والسلام: يا خيثمه نحن شجره النبوه وبيت الرحمه. ومفاتيح الحكمه. مفتاح الحكمه يعني شنو؟ يعني الطريق الى الحكمه. شنو هي الحكمه؟ الحكمه من الاحكام. ولا يكون الشيء محكما الا اذا وضع في موضعه، لذا يفسرون الحكمه بلازمها يقولون الحكمه وضع الشيء في موضعه. زي. هذا يستلزم العلم. العلم بالاشياء والعلم بمواضعها. فاذا عندما يقول نحن بيت الحكمه يعني نحن نعلم بالاشياء وبمواضعها ونضعها في مواضعها. والرسول صلى الله عليه واله في حديث يقول انا دار الحكمه. وعلي بابها مثل ما يقول انا مدينه العلم وعلي بابها يقول ايضا انا دار الحكمه وعلي بابها زين ومفاتيح الحكمه ومعدن العلم وموضع الرساله ومختلف الملائكه وموضع سر الله يعني شنو موضع سر الله؟ يعني محل العلوم التي تُكتم عن سائر الخلق الله سبحانه وتعالى علمه لا حد له وهذا العلم قسم منه من هذه المعلومات الله سبحانه وتعالى أخبر بها أولياءه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء زين العلوم التي الله سبحانه وتعالى أوحاها إلى الرسول صلى الله عليه وآله قسمان قسم اوحاها اليه ليبلغها للاخرين. والرسول صلى الله عليه واله بلغها، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وقسم من هذه العلوم التي اوحاها الله سبحانه وتعالى الى رسوله هذه اسرار الرسول مكلف بأن لا يقولها لأحد من الناس إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. مثلا العلم بالقضاء والقدر والآجال والأرزاق، علم ما كان وما يكون وما هو كائن، هذه الأمور كثير منها من الأسرار التي الله سبحانه وتعالى أطلع عليها رسوله صلى الله عليه واله وأمره بأن يكتمها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يودع هذه العلوم إلى في أهل بيته عليهم الصلاة والسلام لذا يقول ونحن موضع سر الله ونحن وديعة الله في عباده الوديعة شنو هي؟ الوديعة هي الأمانة التي تترك عند الغير ليصونها ويحفظها هذه تسمى وديعة فالوديعة هي نوع من أنواع الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذه الأمانة تتضمن العقائد الحق و الشرائع الصحيحه ومن تلك الامانه ولايه الائمه عليهم الصلاه والسلام. زين كيف هم وديعه الله في عباده؟ لان الله سبحانه وتعالى حينما خلقهم خلقهم انوارا يعني خلق محمدا صلى الله عليه واله وال محمد انوار حول العرش خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين. ثم بعد ذلك أنزلهم إلى هذه الأرض رحمة بالناس كما أنزل القرآن رحمة بالناس لهداية الناس كذلك أنزل محمدا وآل محمد رحمة بالناس لذا هم عدل القرآن إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي الله أنزل القرآن لهداية الناس وانزل الرسول واهل بيته عليه وعليهم الصلاه والسلام رحمه بالناس ولهدايتهم. لكن هؤلاء كانوا امانه وديعه المفروض على الناس ان يصونوا هذه الامانه ويحفظوها ولكن اكثر الناس ضيعوا هذه الامانه، لماذا؟ لان اكثرهم لا يعقلون يعني لا يستعملون عقولهم. اكثرهم لا يشعرون. اكثرهم لا يفقهون اكثرهم للحق كارهون وبعد ذلك يقول الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ونحن حرم الله الاكبر يعني الحرم شنو هو الحرم ما يحرم فيه الشيء الذي يحل في غيره يعني مثلا انت تشوف في حرم مكه حرم مكه بريد في بريد يعني أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ومكة تقع في طرف الحرم يعني مكة في جانب من الحرم لماذا سمي حرما هذه المنطقة بريد في بريد لأنه يحرم فيه الصيد يحرم فيه قلع نبات الحرام مثلا يحرم فيه مجموعة من الأمور التي تحل في غيره إذا واحد مثلا مجرم ارتكب جريمة والتجأ إلى حرم مكة، هناك حرم آمن لا يجرى عليه الحد هناك، وإنما يضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج من الحرم ثم هناك يعتقل ويجرى عليه الحد، يحرم في هذا الحرم ما يحله في غيره لذا يسمى, يسمى حرما مدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله الكوفة حرم أمير المؤمنين وهكذا زين الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ونحن حرم الله الأكبر عندنا حرم أصغر وحرم أكبر شنو هو الحرم الأصغر؟ هذا الحرم الموجود هاي القطعة من الأرض التي تقع مكة والكعبة في هذه القطعة من الارض هذا الحرم الاصغر الرسول وال الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام هم حرم الله الأكبر لماذا؟ لأن حرمة هذا الحرم منهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يعني الله سبحانه وتعالى لاجل الرسول واله عليه وعليهم الصلاه والسلام جعل هذا البلد امنا استجابه لدعاء ابراهيم ودعاء ابراهيم لاجل هؤلاء. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فلاجل هذه الذريه يعني الرسول واله الله سبحانه وتعالى جعل حرمة لهذا المكان ولا له شنو الفرق بين هذا المكان وسائر الأمكنة من, حي من الجهة المادية إذا تشوفه بل مكة من أوعر البلاد وأقلها ماء ونباتا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع لكن الله سبحانه وتعالى جعله جعل هذا الحرم حرما له لاجل هؤلاء العباد الذين خلقهم، لذا كانوا الحرم الاكبر. ونحن ذمة الله ونحن عهد الله. الذمة والعهد يستعملان بمعنى واحد، وايضا يستعملان بمعنيين. العهد شنو هو؟ هو الوعد المقرون بشرط، هذا يسمى عهدا. ولقد عهدنا إلى آدم يعني شنو؟ يعني أخبرناك أخبرناه بأنه لا يخرج من الجنة ما لم يأكل من هذه الشجرة وعد مقترن بشرط، هذا يسمى عهد. الذمة شنو هي؟ الذمة هي حق الغير تجب مراعاته سواء كان عهدا أو لم يكن عهدا، وإنما سمي ذمة لأنه يُذم تاركه. اذا واحد خالف يُذم، لذا سميت ذمة. زين الله سبحانه وتعالى جعل للرسول واله، عليه وعليهم الصلاة والسلام، حقوقا على الناس تجب عليهم مراعاتها. فالله تعالى أخذ على الناس عهدا بالإيمان بهم، وإطاعتهم، وولايتهم. وبذلك يعني إذا الناس امنوا بهم واطاعوهم ووالوهم الله يدخلهم الجنه ويؤمنهم من العذاب ونحن ذمة الله ونحن عهد الله فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله العهود التي لنا تجاه الناس اذا وفوا به فقد وفى بعهد الله، لماذا؟ لأن عهدهم هو عهد الله سبحانه وتعالى. يعني الله أمر بولايتهم. الله أمر بحقوقهم، فإذا أنت راعيت حقوقهم فقد امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا واحد ما راعى حقوقهم فهو لم يفِ بعهد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لماذا؟ لأن الله أمر بإطاعة الرسول، فإذا أنت أطعت الرسول فقد أطعت هذا الأمر الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، وهو الأمر بإطاعة الرسول، وإذا واحد خالف الرسول فقد خالف الله، لأن الله أمر بطاعة الرسول، هذا ما أطاع الرسول يعني خالف أمر الله سبحانه وتعالى في لزوم طاعة الرسول، والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الأئمة من أهل البيت بعد الرسول وبولايتهم ومحبتهم والايمان بهم فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله ومن خفرها فقد خفر ذمه الله وعهده الخافر بمعنى الوفاء بالعهد التخفير من باب التفعيل بمعنى نقض العهد لان باب التفعيل من معانيه السلب مثلا في شرح النظام يقال جلدت البعير وقردته يعني شنو؟ جلدت البعير يعني سلخت جلده قردته يعني ازلت قراده زين فعندما يقول ومن خفرها يعني خالف العهد، نقض العهد خفر بمعنى وفى بالعهد خفر بمعنى نقض العهد ومن خفرها فقد خفر ذمة الله وعهده كانت هذه مجموعة من الأحاديث عن أمير المؤمنين والإمام الباقر والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في جملة من فضائل أهل البيت الفضائل التي حباها الله سبحانه وتعالى إياهم وجملة من حقوقهم التي يجب علينا أن نراعي تلك الحقوق لكي نكون مطيعين لله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للوفاء بعهودنا هذا وآخره. دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.